نحن أربع إخوات ولنا أخ وجميعنا متزوجون ولنا أب متوفى وأم على قيد الحياة وقد استورثنا عن آبائنا مبلغا من المال وقد عرض علينا الأخ اقتطاع مبلغ منه لغرض الحج لأبينا المتوفى ولأبينا المتوفى وأمنا التي هي على قيد الحياة فهل يحق لنا نحن البنات أن ندفع من حصتنا لغرض الحج علما بأننا نحن البنات متزوجات وعندنا أولاد وبنات إذا كان المتوفى لم يحج عن نفسه وله مال تركه فإنه يحج من ماله لأن هذا دين عليه يجب في ماله أما إذا لم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام وأردتم أن تتبرعوا تحجوا عنه فهذا عمل صالح وبر لوالدكم فلا بأس أن تقطعوا شيئا من أموالكم للحج عنه أما الوالدة إذا كانت قوية تستطيع الحج نفسها مع محرمها فإنه لا يحج عنها بل تحج هي إما فريضة وإما نافلة تحج هي ما دامت تقدر على ذلك أما إن كانت لا تقدر على ذلك لكبرها أو لمرض مزمن فيها ولا يرجى أن تقدر في المستقبل وهي لم تحج حجة الإسلام فإنها تميد يجب عليها أن تميد أن يحج عنها إذا كانت قادرة ماليا وكان عندها مال قادرة بمالها فإنها تميد من يحج عنها وإن لم يكن لها مال وأردتم أن تتبرعوا عنها وتبروا بها وتحجوا عنها فهذا عمل طيب وعمل صالح نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.